جميل والإثارة. نتابع معكم هذه المسيرة، نتابع الانطلاق لشوط القعدان، المهجنات الأصايل مع الانتاج والمنتجين في هذا الانطلاق المميز الجميل. نتابع مثير لمحمد بن راشد بن حليس بن راشد الكتبي، من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول الفارس الراشد بن علي بن عبيد بن غنير الكتبي، يأتينا على المركز الثاني وثالث المراكز. المركز الثالث ناصي مروان بن فري بن غانم، مروان بن فري بن حمودة الظاهري، هنا من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع والمنطلق، هذه التحديات مكرم مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، يأتينا على المركز الرابع. المركز الخامس عنيد سيف بن مطر بن محمد النيادي، والمركز السادس الذيب سالم بن مانع الغويص السويدي، من ينطلق هنا على المركز السادس. بينما المركز السابع، المركز السابع الماهر ناصر بن عبيد بن عبد الله لوهيبي، من ينطلق على المركز السابع في هذه الانطلاقة الجميلة. المركز الثامن أو المركز الثامن، نعم، يأتينا وبران ناصر بن سيب بن غدير العرياني. وفي المركز التاسع شاهين محمد بن راشد بن سالم القوم، هنا بالقوم نكتبي، من ينطلق في هذه الانطلاقة. وعاشر مراكزنا معلن ناصر بن حمد بن سهيل الشامسي، من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في هذا التحدي المميز الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول هنا وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام. ومثير لمحمد بن راشد بن حليس بن راشد الكتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ناصي في المركز الثاني، مروان بن فري بن حمودة الظهري المنطلق على المركز الثاني وثالث المراكز. الذيب لسالم بن مانع الغويص السويدي المنطلق ثالثا ورابع المراكز. الفارس لراشد بن علي بن عبيد بن غدير لقتبي، والوصول وصل العرياني مع وبران ناصر بن سيف بن غدير العرياني، من يأتينا هذه الانطلاقة على خامس مراكزنا. وفي المركز السادس، المركز السادس عنيد سيب بن مطر بن محمد النيادي، ومكرم مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري ينطلق هناك سابع المراكز. وفي المركز الثامن شاهين محمد بن راشد بن سالم بالقوم لقتبي، من يأتينا على المركز الثامن وتاسع المراكز. الماهر ناصر بن عبيد بن عبد الله لوهيبي، هنا من يأتينا تاسعا وعاشر المراكز. معلن ناصر بن حمد بن سهيل الشامسي، من ينطلق على عاشر المراكز. هذه نتيجتنا للمراكز الأولى المنطلقة في هذه التحديات المتميزة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. وأرى بدأت التغييرات تطر وتجر في هذه اللحظات. وبران وبران ناصر بن سيب بن غدير العرياني، من تسلل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الفارس العلي بن عبيد بن هنا راشد بن علي بن عبيد بن غدير لقتبي ينطلق مع الفارس على المركز الثاني وثالث المراكز. ناصي 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 هنا ينطلق مروان بن فري بن حمودة الظاهري القادم بهذه الانطلاقة الجميلة، والوصول من عنيد سيب مطر بن محمد النيادي. ويأتينا شاهين محمد بن راشد بن سالم بالقوم لقتبي على المركز الخامس وسادس المراكز. الذيب لسالم
سالم بن مانع رغويص السويدي المنطلق سادسا، وفي المركز السابع المركز السابع مكرم لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري مع مكرم على المركز السابع والثامن. مراكزنا مثير محمد بن راشد بن حليس بن راشد الكتبي انطلق بالتحديات الجميلة وتاسع المراكز. هناك التحدي المميز من الماهر لناصر بن عبيد بن عبد الله لوهيبي وعاشر مراكزنا، والقدوم أرى شعارات قادمة هنا بهذا التحدي. مجد قادم لحمدان بن أحمد بن راشد المحرمي الكتبي قادم أيضا بكل قوة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى وبران المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على صدارة ناصر بن سيف بن غدير العرياني من ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. عنيد السيب بن مطر بن محمد النيادي ثانيا وثالثا ناصي، ناصي مروان بن فري بن علي بن حمودة الظاهري من ينطلق على المركز الثالث وعينه على الصدارة بهذا الانطلاق. يلا يا سالم يا رشيد، هنا أيضا قدم لنا ناصي بأدائه المميز. هناك شاهين محمد بن راشد بن سالم بالقوم من يأتينا على المركز الرابع، المركز الخامس الفارس راشد بن علي بن عبيد بن غدير من ينطلق على المركز الخامس، وسادس المراكز الذيب لسالم بن مانع الغويص السويدي. وهنا الكيلومتر الأخير يا متابعين ويا مضمرين، هنا في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة، ولكن هناك الصدارة، هناك المقدمة. أرى عنيد السيب بن مطر بن محمد النيادي من انطلق على صدارة، انطلق على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني يأتي وبران ناصر بن سيف بن غدير العرياني، وناصي قادم سلالة، ناصي قادم بكل قوة. هنا مروان بن فري بن علي بن حمودة الظاهري، ووصل هنا جاهين محمد بن راشد بن سالم بن قوم اللي كتبي. يا سلام تحدياتي، ولكن هنا الصدارة، هنا المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. التحديات والجميل، وبران وهنا عنيد، وبران وعنيد، الله لمن الفوز لمن الناموس، وبران وعنيد، عنيد ووبران، الله 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 الله، التحدي الإثارة. وبران يتسلل وعنيد، عنيد، الله الله، التحدي ثنائي لمن الفوز لمن الناموس، الله، اللحظات الأخيرة، الله 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 الله، ولكن هنا اللحظات الأخيرة والفوز والناموس لدى عنيد من وصل على المركز الأول. إذن لسيب بن مطر بن محمد النيادي المركز الثاني، وبران ناصر بن سيب بن غدير العرياني، والماهر لناصر بن عبيد بن عبد الله لوهيبي والمركز الرابع. وصل هناك ناصي لمروان بن فري بن علي بن حمودة الظاهري، ومجد لحمدان بن أحمد بن راشد المحرمي على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ونتابع التحدي واللحظات الأخيرة. واستطاع عنيد لسيف بن مطر بن محمد النيادي أن ينتزع الفوز وينتزع الناموس بتسع دقائق 30 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس على هذا الأداء، سلام أهالي مدينة العين، سلام. بينما المركز الثاني وبران لناصر بن سيف بن غدير العرياني من أتى على المركز الثاني بتسع دقائق 30 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية نفس التوقيت أيضا هنا بهذا الانطلاق المميز. بينما ثالث مراكزنا هناك التحديات الجميلة،
كانت والإثارة من قبل من وصل هناك الماهر لناصر بن عبيد بن عبد الله الوهيبي. 9:34 سبعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، وناصي قدم عرض يشكر عليه لمنوان بن فري بن علي بن غانم بن حمود الظهري في المركز الرابع تهانينا، والناموس وخامسا محمد بن راشد بن سالم بن قوم أيضا من وصل على المركز الخامس تهانينا والناموس.